السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أحييكم أنا أحمد الزاهر. وتحية لكم مني أنا سمر حمد ومن زميلنا في لغة الإشارة بدر العنزي. والبداية بالعناوين. وصول قرابة 468 ألف حاج عبر كافة منافذ المملكة. واشنطن تهدد بإسقاط أي طائرات إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز. وعقوبات أمريكية على كيانات وأشخاص على ارتباط بأنشطة إيران النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة. وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري أن مدينة الحجاج تستقبل يوميا ما يقارب 2000 حاج من جمهورية العراق الشقيقة القادمين عبر منفذ جديدة عرعر، تقدم لهم جميع الخدمات اللازمة الطبية والخدمية والوجبات الخفيفة والضيافة العربية. وصل الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية اليوم لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وأعربت البعثة المصرية عن خالص شكرها الجزيل لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات جليلة وعظيمة وملموسة لضيوف بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة. هذا وقد بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس قرابة 468 ألف حاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ نحو 459 ألف حاج، فيما قدم عن طريق البر أكثر من 5000 حاج، وعبر البحر قرابة 4000 حاج. وللحديث أكثر تنضم إلينا من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مراسلة قناة السعودية آية سحرتي. مساء الخير آية، كيف هي حركة توافد الحجاج إلى الصالات المخصصة لتوافد الحجاج في مطار الملك عبد العزيز، وأيضا ما هي الخدمات المقدمة لهم؟ صحيح يا رجال فيكم مشاهدينا، مثل ما ذكرت أنا الآن متواجدة في الصالات الخاصة بالحجاج داخل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والكل يشتغل على قدم وساق لاستقبال أعداد كبيرة من الحجاج. اليوم حيتحدث أكثر عن المبادرات الخاصة باستقبال الحجاج ضمن رؤية المملكة 2030 مع اللواء سليمان العيسى. يا رجال فيك. الله يحييكم، شكرا لقناة السعودية الأولى والتي دائما سباقة لتغطية هذه الأحداث المهمة والمناسبات الغالية والمناسبات الدينية التي لها أثر عظيم في نفوس ضيوف الرحمن. سليمان، لواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، طبعا حضرتك مدير عام الجوازات، تحدثنا أكثر عن الأرقام إلى الآن لأعداد الكبيرة لوصول الحجاج. بالنسبة للحجاج بشكل عام الحمد لله تجاوزنا 500,000 هذا اليوم، وصلنا إلى 1,593,000 حاجا حتى الساعة 4 عصرا، والحمد لله الآن تتوافد الرحلات، لكن إحصائياتنا كل 8 ساعات نظهر الإحصائية. بالنسبة لمبادرة طريق مكة، ما الجديد هذا العام فيما يخص المبادرة؟ الكل يعرف الحمد لله بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله جميعا، وبمتابعة مستمرة من سمو سيدي وزير الداخلية، بدأنا في التطبيق الفعلي لمبادرة طريق مكة في موسم حج عام 1439، ولله الحمد كانت مطبقة على دولتين اللي هي مملكة ماليزيا وجمهورية اندونيسيا الشقيقتين. أيضا في هذا العام الحمد لله تم إضافة 3 دول، فيصبح مجموع الدول اللي تطبق فيها المبادرة 5 دول، وهذا دليل الحمد لله ودليل على الرغبة الشديدة لدى الحجاج بحيث تصل الخدمات إليهم. وهذه الدول الإضافية نقول جمهورية باكستان الشقيقة وجمهورية بنغلاديش الشقيقة، والتي بدأنا فيهم جميعا ابتداء من هذا العام، من أول ذي القعدة، من غرة ذي القعدة هذا العام، وأيضا إن شاء الله خلال نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله ندشن المبادرة
في جمهورية تونس الشقيقة. وإذا رغبت أني أشرح لك مزيد من يعني هذه المبادرة، كيف تكون مبادرة، ما هي المبادرة، ما هذه أضفة المبادرة، نقول المبادرة هي إنهاء إجراءات جميع إجراءات الحجاج في بلاد المغادرة. هالإجراءات ماذا تعمل؟ تشمل إجراءات الجوازات، إجراءات الصحة، إجراءات الأمتعة. الأمتعة تصنف هناك حسب السكن لكل حاج، سواء في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة. وبالتالي الحاج عندما يصعد الطائرة في بلد المغادرة يشعر كأنه في رحلة داخلية أو أكثر من ذلك، بحيث أنه إذا وصل إلى المدينة المنورة أو محافظة جدة لا ينتظر أمتعته، بل يذهب إلى الحافلة مباشرة والتي تذهب به إلى مقر سكنه. كل الشكر لك اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى، مدير عام الجوازات في جدة، شكرا لك. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم جميعا، ولا تحتم الفرصة، ونحن لدينا الكثير إن شاء الله، بس يبدو أن الوقت غير متسع. شكرا. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا، هذا كل ما لدينا اليوم من مطار الملك عبد العزيز بجدة، شكرا لكم. إذا مراسلة قناة السعودية الزميلة آية سحرتي من مطار الملك عبد العزيز الدولي، شكرا جزيلا لك. أكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن المملكة العربية السعودية دفعت أكثر من 400 مليون دولار مساعدات للأمم المتحدة ومنظمات أخرى هذا العام. وقال المعلمي خلال مؤتمر صحفي في مبنى الأمم المتحدة إن المملكة دفعت وحدها أموالا من أجل الأشقاء في اليمن أكثر من أي من المانحين الآخرين، وأوضح أن هذه المساعدات مستمرة منذ بدأت هذه الأزمة إثر الانقلاب الحوثي على الشرعية. وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيتس قد أعرب خلال إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس عن قلقه البالغ إزاء الهجمات المستمرة التي تقترفها الميليشيات الانقلابية على البنية التحتية المدنية في المملكة، ومشددا على ضرورة إيقافها. دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة النظام الإيراني لدوره التخريبي في المنطقة وإطالة أمد الحرب في اليمن من خلال تزويده الميليشيا الحوثية بالأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم. وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي في كلمته رفض الشرعية القبول بأي إجراءات أحادية الجانب وعملية الانسحاب الهزلية والصورية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. نشر موقع استراتيجي بيج الأمريكي المعني بالشؤون الاستراتيجية العسكرية تقريرا تحدث فيه عن تعنت ميليشيا الحوثي في الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة. كما كشف التقرير أن الحوثيين يمنعون الأمم المتحدة من تفتيش الشحنات المشبوهة، وشدد على أهمية دخول اتفاق ستوكهولم حيز التنفيذ على الفور وتنفيذ عمليات الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، مؤكدا على مواصلة عرقلة المتمردين الحوثيين لسير بنود الاتفاق، وذلك برفض سحب قواتهم وفتح النار على الجيش الوطني ونهب المساعدات الإنسانية، كما يؤكد منع الميليشيا الحوثية موظفي الأمم المتحدة من تفتيش الشحنات المشبوهة والتي قد تحتوي على كم كبير من الأسلحة. شن الجيش اليمني هجوما مباغتا على مواقع المتمردين الحوثيين في مديرية برط العنان بمحافظة جوف. مصادر عسكرية قالت إن قوات الجيش استهدفت مواقع تمركز للميليشيات في تبة القناصين ومنطقة القلعة في المديرية ذاتها، وأسفرت عملية الاستهداف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لهم. هذا وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت أحياء سكنية في محافظتي مأرب والضالع بعدة صواريخ، ما نتج عن إصابة عشرات المدنيين. مشاهدينا، النشرة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير. مناظر خلابة وطبيعة ساحرة وفعاليات متنوعة تجذب السائحين لمحافظة تنوما.
أهلا بكم من جديد. عقدت ثلاث جهات حكومية ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني اجتماعا مشتركا لتحديد آلية الإسراع في إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان. وتم الاتفاق فيه على عدد من البنود من بينها أن تتولى بانات المناطق التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. وتأتي هذه الاتفاقيات استشعارا بأهمية الدور التكاملي بين الدوائر الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية تحقق متطلبات واحتياجات المواطنين، وبما يزيد من مؤشر الأداء الخاص باستخراج تراخيص البناء من خلال منظومة عمل مترابطة بين الأجهزة ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة. تشهد محافظة تنومة شمال منطقة عسير عددا من الفعاليات التي تلبي احتياجات الأسرة والطفل التي تجاوزت قرابة 13 فعالية، وبعض البرامج التوعوية الأخرى التي تشارك بها عدد من القطاعات بالمحافظة. هذا وتعد تنومة إحدى المصائف التي تستهوي زوارها بطبيعتها الخلابة. تفاصيل أوسع في هذا التقرير. مدينة ساحرة بالطبيعة تلفت أنظار قاصديها، إنها محافظة تنومة التي تقبع بين جبال السروات الشاهقة، فهي تبعد عن مدينة أبها 120 كيلومترا. تحظى محافظة تنومة بمناطق سياحية وغابات ومنتزهات طبيعية كثيرة جميلة تجذب السياح لها من داخل المملكة ومن دول الخليج. متنزهات مثل متنزهات الشرف والحيفة ومتنزهات المحفار، كل هذه وسائل جذب للسائح السعودي أو من دول الخليج. تشهد محافظة تنومة كل عام إقبالا متزايدا من السواح والمصطافي للاستمتاع بأجوائها وطبيعتها التي جمعت بين السهل والجبل. هناك عدة فعاليات لبرامج الصيف قامت بها البلدية، يمكن حوالي 13 فعالية، فعاليات خيمة التسوق، مهرجان التسوق، وفعاليات معرض الفنانين التشكيليين، فعاليات السيارات المبدلة، فعاليات الدبابات النارية، فعاليات الهايكينج، وفعاليات مسرح الطفل، فعاليات المشي، عدة فعاليات قامت بها البلدية في هذا الصيف. وقد حرصت لجنة التنمية السياحية على تعدد الفعاليات التي تلبي احتياجات الأسرة والطفل، حيث بلغت قرابة 13 فعالية إضافة لمهرجان التسوق العائلي بمشاركة عدد من الأسر المنتجة بالمحافظة. ظافر البكري، تنومة. انطلقت مسابقة مهرجان أحلى رطب في جبل القارة بمدينة الأحساء تزامنا مع بدء موسم الرطب في المنطقة الشرقية. وتهدف المسابقة إلى خلق روح التنافس الإيجابي بين المزارعين، في حين يأتي المهرجان لدعم المزارعين في تقديم أشهر أنواع الرطب والتي تشتهر بها الأحساء. نتابع. الطيار والغر بجنيها يستبشر المزارعون ببدء موسم الرطب في المنطقة الشرقية. محافظة الأحساء احتضنت مهرجان أحلى رطب الذي يتنافس فيه المزارعون على تقديم أشهر أنواع الرطب في مسابقة هي الأولى من نوعها في جبل القارة أرض الحضارات، وبجمال نخيله الباسقات التي لها طلع نضيد. من أشهر الأنواع الرطب في الأحساء هي الخلاص. اليوم كان عندنا مسابقة لأحلى رطب بالنسبة لمنتجات المزارعين. طبعا أعتقد أن الهدف الرئيسي وراء هذه المسابقة هو تشجيع المزارعين إلى الاهتمام بالنخل وبمنتجاتهم. المهرجان لم يقتصر على العرض الإبداعي لأنواع الرطب، بل احتضن أركانا تعرف الزائر على أبرز المعالم السياحية والتراثية في الأحساء، إضافة إلى الحرف اليدوية والأركان التوعوية. المهرجان عبارة عن تصميم مزرعة تحكي عن مهرجان أحلى رطب. رائع، ويبين لنا اللي هي التراث والنبدأ عن اللي هي الأحساء والأشياء القديمة
صراحة يعني الأطفال تعرفوا عليه. ويأتي هذا المهرجان لدعم المزارعين ورفع مستوى طريقة تقديم أنواع الرطب بالشكل الإبداعي وخلق روح التنافس الإيجابي بين المزارعين. علي الشهري، محافظة الأحساء. كشفت هيئة المساحة الجيولوجية عن وجود بيئات جيولوجية في المملكة في طور الاستكشاف والدراسة بهدف معرفة جدواها الاقتصادية، وذلك لاحتوائها على أهم المعادن كالذهب والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة. وتحتوي العديد من البيئات في المملكة على خامات كثيرة ذات مؤشرات اقتصادية واعدة تسهم في اقتصاد البلاد، ومنها المعادن التي تشكل فرصا استثمارية. ويشرف على عمليات الاستكشاف والدراسة 40 مختصا من الكفاءات الوطنية ذات الخبرة، إضافة للعديد من الكوادر الشابة لمواكبة توجه الدولة في الاهتمام بالقطاع التعديني نحو تنوع مصادر الدخل. أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن نظام تصنيف المقاولين المطور والذي سيتم إطلاقه مطلع أغسطس المقبل سيطبق على كافة الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية في قطاع المقاولات. ومن المتوقع أن يسبق النظام إغلاق الملفات العالقة للمقاولين، كونه سيعمل على تحفيز ممارسات الشفافية التي تؤدي بمجملها إلى تطوير واستدامة صناعة التشييد. ويعد النظام نتاج تجارب عالمية استمرت على مدى 5 سنوات، وسيكون مؤشرا لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلائم مع إمكاناته المالية والفنية، كما سيقيس أداء الجهات المالكة للمشاريع. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وصول قرابة 468,000 حاج عبر كافة منافذ المملكة. واشنطن تهدد بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز. وعقوبات أمريكية على كيانات وأشخاص على ارتباط بأنشطة إيران النووية. مشاهدينا، شكرا لكم على طيب المتابعة. في أمان الله.